برو، هناك فيضانات والملايين من الأشخاص ينبغي إجلاؤهم، وتم البدء بعملية الإجلاء. هناك أضرار هائلة تم التسبب بها، خاصة بالنسبة فيما يتصل بالقطاع الزراعي. أود أن أؤكد أن قائد الجيش الأوكراني يرغب بتدمير هذا السد للحصول على منافع عسكرية، وهذا ما تم التأكيد عليه في العام الماضي، وهذا ما أشارت إليه الواشنطن بوست في 29 من ديسمبر 2022. أقتبس، جنرال الجيش الأوكراني كان يريد أن يتسبب بفيضان النهر، وكان هناك عملية استهداف لهذا السد كخفكة، وتم كسر 3 مواقع في السد لكي يروا إن يمكن لتدفق المياه أن يؤثر على المواقع السورية دون الروسية، دون أن يؤثر سلبا على القرى المجاورة، وكان ذلك كحل يمكن اللجوء إليه. نهاية الاقتباس، ونحن أكدنا ذلك للأسرة الدولية ومجلس الأمن، وأرسلنا وثائق رسمية مذكرة من البعثة الدائمة فيما يتصل بمشاريع نظام كييف لتدمير هذه المحطة. ونأسف لأن نداءاتنا للأمين العام للأمم المتحدة للقيام بكل ما هو في وسعنا لتفادي هذه الكارثة، وأنه لم يتم التوقف عند هذه المستندات وأخذها على محمل الجد. وكان ثمة تشجيع لكييف من الغرب، وذلك لارتكاب هذه الأعمال الإرهابية. من الصعب أن نقنع أي طرف بأن هذا النزاع في أوكرانيا هو بسبب عمل روسي، والجانب الغربي يرفض الاعتراف بأنه تم الاستعداد لهذا الانقلاب في ميدان والمناهض للدستور. وهذا الأمر، وبالإضافة إلى التدابير المتخذة ضد الناطقين باللغة الروسية في الشرق ودون الاكتراث بحياة الملايين من الأشخاص، العملية العسكرية الخاصة الروسية وضعت حداً لهذه الأعمال. وهناك بعض المعلومات المنسقة أو حملة للمعلومات المغلوطة وإعلانات طنانة من الغرب ومن كييف بشأن هذا الموضوع، وسنستمع إلى هذه التصريحات اليوم، وتقول إن هذا السد تم تخريبه من قبل روسيا. هذه الأقوال تذهب في الاتجاه نفسه المنبثق من الإعلانات الخاصة بمحطة زاباريجا أو نورد ستريم، وهذا انفصام في الشخصية ونتوقعه. وإن هذا التخريب المقصود واستهداف بنى تحتية أساسية أمر خطير للغاية، ويمكن أن يعتبر جريمة حرب أو هجمة إرهابية. إن الهجمة ضد البنى التحتية التي تحتوي على مواد خطرة أمر محظور من القانون الإنساني الدولي، وهذا السد السدود يشار إليها في المادة 76 لمعاهدة جنيف للعام 57. هذا التخريب أهدافه واضحة. أولاً التوصل إلى شروط لإعادة تجميع لوحدات الجيش الأوكراني ولإطلاق عمليات عسكرية، وهي تشهد وهنا، وهذا بالإضافة إلى عسكرة الجانب الشرقي لدنيبرو ولشن الهجمات. الهدف الثاني من هذه الهجمة هو إلحاق الضرر بسكان هذه المنطقة، وتدمير هذه البنى التحتية الهائلة سيفضي إلى أضرار واسعة النطاق. وإن سلطات خيرسون تقوم بإجلاء المواطنين في المناطق التي يمكن أن تصبح مغمورة، هذا التخريب أفضى إلى كارثة إيكولوجية، ومئات المناطق المأهولة مغمورة على بالقرب من دنيبرو. أي كييف تحاول أن تحرم سكان شبه جزيرة القرم من هذه المياه، و
في الوقت نفسه سلطات كييف تستمر في زيادة منسوب المياه في خلال عبر السد، وعملية التخريب إذن كانت مقصودة ولتوصل نتائج وخيمة لكل سكان المنطقة. جرائم نظام كييف واستمرار الغرب بتوفير الأسلحة لها، هذا يعني أن ينبغي بكييف والغرب أن يتحملوا مسؤولية هذه الكارثة. وهذه النتيجة التكتيك من كييف بدأت في 2014 لاستهداف البنى التحتية المدنية، وذلك لتوصل إلى أضرار كبيرة للمدنيين، وهذا الأمر محظور بشكل واضح من قبل المادة 51 للبروتوكول. هذه تكتيك إرهابية من النظام الرسمي، وهو يفتخر بهذه التدابير داريا دوغينا وعمليات الاغتيالات الأخرى، وسمعنا رغبات في استهداف الروس، ولكن العواصم الغربية لم تدن ذلك. ونظام كييف يمكن أن نذكركم بنورد ستريم، والغرب معتاد على توكيل الغير بتنفيذ هذه المهام الفظيعة. نحن نفهم من يقوم بتخطيط هذه الأمور، من يقوم بالاستعدادات، ومن يدعم عملية التخريب على نطاق واسع. لا نفهم كيف يمكن للأمانة العامة للأمم المتحدة أن ترفض إدانة نظام كييف وتقول إن ما من معلومات كافية. مثلا يمكن أن تذكر ما حدث مع محطة زابوريجيا النووية. نحن نعلم ما كان مصدر عمليات الإطلاق القذائف، و هناك عدد من المداخلات السياسية التي تقول إنها نتيجة الأعمال الروسية في أوكرانيا. هناك إنكار ورفض لا يمكن أن نفهمه لاحترام الحيادية من قبل الأمانة، وذلك وفقا للمادة 100 من الميثاق. نواجه دعوة للأمانة لكي تتوصل استنتاجات موضوعية وإدانة تدابير كييف. نشدد على هذا الموضوع. علينا نلقي الضوء على ظروف هذا العمل الهمجي ضد سد كاخوفكا. علينا أن نتفادى تكرار بوتشا ونورد ستريم. شكرا. شكرا لممثل الاتحاد الروسي الموقر على هذه المداخلة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.